مطبق في العالم كله من زمان، مش حاجة جديدة يعني. بس احنا طبقناه غلط يا دكتور. خلينا نتكلم بس نوضح يعني. اتفضل حضرتك. وانا هرد على حضرتك في كل جزئية يعني. انما يعني جامعات في انجلترا اعرق الجامعات، خلاص بقى كل الشغل عندها كله عن بعد. قد يكون الطالب في انجلترا اكثر تحملا للمسؤولية من الطالب في مصر او غيرها يعني. وبالتالي لان تجربة جديدة داخلة على الطالب المصري، ومفيش حد بيراقبه، ومتعود حد يقول له اقعد ذاكر، ومتعود المدرس في الفصل يقول له خد بالك من الدرس، انتبه، فتح عينك، اكتب، اعمل، متعود كده. صح. التحول لازم بياخد وقت، فاحنا التحول ده يتطلب حاجتين. واحد، ان المعلم اللي بيدرس نفسه يدرس باسلوب يستقطب الطالب قدامه. صح. ولو ان في على الشاشة، عبر الشاشة يعني. رغم انه مش قاعد قدامه، لكن بس يحببه في الفكرة، يحببه، يسليه. أيوة. يشوقه. صح. في اساليب كتير كتير جميلة. مش وقت ان انا اشرحها يعني. طبعا حضرتك لازم ندرب المعلم على ذلك، دي نقطة. النقطة الثانية ان ولي الامر مش وظيفته انه يخلي الولد يحرسه عشان ما يقومش من قدام الشاشة. صح. لا، وظيفته انه يشجع الطالب على انه يتحمل المسؤولية، ويهيئ له الجو. صح. ويتحمل المسؤولية، انه مش محتاج حد يراقبه. صح. مش محتاج حارس جنبه، هو الطالب بيحس انه عايز يتعلم. معايا حضرتك ازاي؟ معاك يا دكتور. دي نقطة التانية اللي مهمة قوي. تمام. نقطة التالتة ان احنا نعمل وسائل مساعدة للطالب ده. الوسائل المساعدة هي سواء معينات تعليمية او كتب ومراجع وما الى ذلك، يقوم نعين الطالب على ذلك. على فكرة اللي حصل في الاول مقاومة ولخبطة، لكن دلوقتي حصل تقدم كبير جدا. صح. في الموضوع ده، وكتير قوي من الطلاب يقولك لا احنا مبسوطين قوي وبنتعلم وكده، مفيش عندنا مشكلة خالص. معايا حضرتك ازاي؟ حضرتك. فعشان كده المسألة خدت وقت، لكن دلوقتي اعتقد وصلنا لمستوى كويس. حكاية بقى ان الطلبة اللي بتأدي الامتحان اونلاين وكده، وان الغش بيطلع والامتحان بيتوزع على الموبايلات وما الى ذلك، هقول دي فترة انتقالية، فترة انتقال، تجربة انتقال الناس. صح. بعد كده هيحسوا الطالب ان هو استفاد ايه انه غش وما تعلمش ولا حاجة، هيطلع طبيب حمار، اسمه طبيب لكن حمار. هل هو عايز يبقى حمار؟ لا طبعا مش عايز. تعال بس بيستسهلوا، ناخد وقت اهو كده، ناخد وقت على يتحمل المسؤوليه. هو دي العيب اللي علينا. صح. دلوقتي ان احنا نخلي الطالب يتحمل المسؤوليه ويبقى يحس ما يبقاش بالمسؤوليه. إيه؟ يحس المسؤوليه، يحس، واخد بال حضرتك، يحس ان هو انا هلقى. أيوة. كذا. ده دي في نقطه مهمه جدا هرجع لحضرتك فيها، عشان في مفاجاه انت هتقولها لنا. أيوة. عن المدرسه حضرتك قلت لي عليها واحنا جايين. ايوه فهمت. تمام. بس قبل ما نكمل مع حضرتك، في النائب وجيه عسوي، نائب سابق، عايز يكلم حضرتك ويسالك على برضو التعليم في ظل جائحه كورونا. اهلا بيك سياده النائب. اهلا بيك يا فندم. اهلا الاعلاميه طبعا عبير صلاح من الاعلاميين المتوفقين، وسياده العالم الجليل طبعا